طيب ده قمنا حولناه لشكل، الشكل حولناه لمجسم اللي هو بعملية رياضية، ودي بترجع للعلاقة ما بين القطر ومحيط الدائرة، واتحصلنا على عدد من الإلكترونات دي بتحمل شحنة كهربية سالبة، دي كلها عبارة عن إلكترونات. طيب ودي عبارة عن شنو؟ عبارة عن نواة بداخلها بروتون وهو يحمل شحنة كهربية موجبة، تمام؟ طيب عندنا هنا برضو عندنا هنا دي كانت أساس من شكل داير فرغناه واتحصلنا على إنه ده يكون المدار الأول، وده شكل تاني دائري شلنا منه هنفضيه أو نفرغه هيدينا المدار التاني. في النهاية كده اتحصلنا على إلكترونات نواة الذرة، حضرنا مدار أول ده هيكون مدار تاني، كل الأشكال من الباور بوينت. طيب نشوف تاني هنحصل شنو. في المرحلة الثانية هنشيل المدار الأول ونحطه حول الذرة، حول النواة، وفيه 2 إلكترون لأنه المدار الأول بتشبع ب2 إلكترون، أما المدار الثاني فبتشبع بأكثر من 5، حسبه 5، فبتشبع ب8 إلكترونات، يعني نقصد ل3 حتى يتم التشبع بتاعه، لا يقبل الإلكترون بعد 8، يعني هذه الذرة قابلة. طيب كده نحن جهزنا المدار الأول فيه 2 إلكترون، وجهزنا المدار الثاني وفيه 5 إلكترون، نشوف ماذا يحدث. هذه طيب كده الذرة اكتملت فيها مدارين، مدار أول مدار ثاني، والمدار الأول فيه 2 ودي درجة التشبع، المدار الثاني فيه 5 مقابل لأنه يكتسب وممكن يفقد واحدة من الخمسة حسب نشاط الذرة. هذه العملية يا جماعة عملية بسيطة جدا جدا، عملية بسيطة، يعني أنا أخذ الشكل العادي الدائري وأجعل من الشكل ده حول لمجسم، بأول حاجة أمشي للأشكال وأنزل شكل دائري، والشكل الدائري أخذ منه أشكال زي ما شفنا في الصفحة الفاتت، وبعد ده أحول لمجسم، المجسم اللي هو عبارة بالعلاقة ما بين قطر الدائرة ومحيط الدائرة. فبحول الشكل اللي كان دائرة إلى مجسم زي ما شايفين، ده جسم، تمام، ده عبارة عن جسم. طيب الخطوة الثانية نحن كده كوننا ذرة، الذرة فيها بروتونات في الإلكترونات داخل النواة، في بروتونات وفي نيوترونات، النيوترونات أساسا ما تحمل أي شحنة كهربية. طيب نشوف كده الذرة مكتملة، مجموعة منابر التعليمية هي دايما قناة مبدعة وقناة بتهتم بالإبداع العلمي والتصميم العلمي. أتمنى إنكم تكونوا مصممين وتكونوا مبدعين وأصحاب مهارات عليا في الإبداع العلمي. ده هدية لكل ما هو مهتم بالاختراع، وكل ما هو مهتم بالإبداع، وكل ما هو مهتم بالمهارات التعليم المواكبة للعصر والشرح العادي النظري. هو قد يكون أشبه بالخيال لكن ده أقرب للحقيقة. فكده نحنا وصلنا لإنه دي ذرة مدار الخارجي فيه 5 إلكترونات. الكلام ده في سنة 2020، إن شاء الله 2021 يكون في إبداع آخر، وبعد الذرة إن شاء الله هنصنع الترمومتر المئوي، وأترقب كل يوم هيكون في مفاجآت وفي اختراعات. وإذا أنتوا عايزين حبيتوا هذه الفكرة تتعلموها
لازم تتعلم برنامج الباوربوينت، والباوربوينت برنامج تعليمي شيق ومهاري وفكري وابداعي. وهذه هذه الذرة بعد ده نشوف كيف الذرة دي، هل هي ثابتة؟ هل الالكترونات دي ثابتة حول النواة؟ أكيد لا، كل الكترون بيلف حول نفسه وبيلف حول النواة. شوفوا كيف وبالتالي انا احب اوضح لكم في انه معمل الكتروني، هذا المعمل موجودة فيه كل الاختراعات اللي نحن عملناها وكل الاعمال اللي عملناها وكل التجارب اللي صممناها. المعمل ده ان شاء الله حوريكم كيف صممت المعمل بعد ان شاء الله البرنامج الجاي هنصمم الترمومتر المئوي، وبعد اوريكم كيف نصمم المعمل وكيف نضع فيه هذه التجارب وكيف يستفيد منها العالم كله، مش نحن. احنا بنعمل لجيل بعدنا، احنا بنعمل لناس غيرنا، احنا ما بنعمل عشاننا. فالفكرة هذه هي اساسا فكرة تعليمية ما تخص شخص بعينه. طيب اذا انا عايز مثلا هذه الفكرة اشرحها لاخرين، ممكن اوطي الصوت، ممكن اقفل الفيديو، الصوت اخليه شغال بدون صوت وانا اشرح. يعني ممكن يستفيدوا منها المعلمين في انه الواحد ممكن يغلق الصوت ويشرح هو بدل الصوت حقي اللي انا مسجل. انت اغلق الصوت واشرح لتلاميذك، اشرح لهم هذه هي الذرة وتكون من شنو ومكوناتها والجسيمات دي عبارة عن شنو وبتلف حول النواة كيف وبتلف حول نفسها ونوع الشحنات اللي بتحملها شنو وأثر على بعضها البعض التجاذب والتنافر والكلام ده كله. فأفتكر هذه الطريقة هي طريقة فنية إبداعية جديدة في التدريس، وبهديها لكل معلم حاب يضيف لنفسه إبداع في التدريس وطريقة جديدة في التدريس وطريقة أو مهارة يستفيد منها في توصيل مادته. وكل واحد فيكم إذا عجبته الفكرة يعمل لي اشتراك عشان يقدر يتحصل على كل الإبداعات وكل الدروس إن شاء الله صممت بهذا الطريق. طيب نحن عشان نعرض برضو لتلاميذنا والفكرة النهائية والجمال الكوني الرباني، ربنا سبحانه وتعالى جعل الكون ده بجمال. يعني الشمس لو عينت ليها تلقى فيها نوع من الجمال رغم انك لا تستطيع ان تملى فيها النظر. القمر لو بذرت عينك للقمر بتلقى وجهه جميل، لكن ربنا جعل حوله سماء صافي. فنحن افترنا هذه الصفحة عشان نعرض فيها كيف تعمل الذرة. طيب كده بدأت الذرة جزيئات تتحرك حول النواة، والنواة ثابتة والجزيئات اللي هي الإلكترونات لو لاحظتوا تحمل شحنة كهربية سالبة بتلف حول الذرة على طول الخط، وبالتالي هذه الذرة تستطيع أن تفقد وتستطيع أن تكتسب حسب نشاط الذرة. وممكن تيجي جنبها ذرة أخرى بالغرب منها وتأخذ منها الإلكترون لأنها أقوى منها أو جذبها أعلى منها، وممكن هي نفسها تأخذ من ذرة أخرى. فهكذا تدور الإلكترونات حول البروتونات في الذرة في مدارات خارجية، والذرة عندها 7 مدارات. أن إحنا أخذنا مدارين